يا مساء الفل، يا مساء الألقاب والبطولات. حلقة جديدة من الترند، حلقة غاية في الأهمية، وهي حلقة الاحتفال بالفوز ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخ بطولات النادي الأهلي، تحديدا في بطولات الدوري الممتاز. حالة من السعادة، حالة من الفرحة عند جمهور النادي الأهلي في كل مكان. ألف مليون مبروك على الفوز ببطولة الدوري، ولسه بإذن الله عندنا المزيد من الألقاب والبطولات من خلال مشوار طويل جدا جدا، وأهداف عديدة حاططها النادي الأهلي لجمهوره عشان يقدر يسعده دائما وأبدا. حلقة الاحتفال بالدوري أكيد هنتكلم فيها عن كواليس وأمور هامة جدا، وكمان عندنا كواليس بتتعلق باستعدادات الأهلي الأخيرة قبل مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة في نفس البطولة اللي فاز بيها الأهلي خلاص بشكل رسمي بعد فوز أسوان على الزمالك امبارح بنتيجة 1-0 علشان يحسم النادي الأهلي البطولة بشكل نهائي. بالتالي احنا مستنيين تواصلكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر. والنهاردة مش سؤال، في الحقيقة النهاردة رسالة. أي رسالة حابين توجهوها للاعبي النادي الأهلي النهاردة من خلال الصفحات المختلفة لقناة النادي الأهلي هنقراها ونشوف تفاعلاتكم ورسائلكم مع نهاية الحلقة زي ما حضراتكم متعودين، وأكيد زي ما حضراتكم فرحانين دلوقتي بالفوز ببطولة الدوري. الأول نشوف عناوين الحلقة النهاردة اللي بتتمثل كلها في الأهلي، بس هنتكلم على الأهلي بس النهاردة ونحتفل بس ببطولة الدوري. نشوف العناوين. ترند الأهلي لا جديد يذكر، الأهلي بطل الدوري للمرة 42. فيفا وكاف يهنئان الأهلي ويشهدان بأرقامه القياسية. الليلة الأهلي يلاقي المقصة في مباراة الاحتفال.